هاي، انا يسرى البوزي. يا رب تكونوا كلكم بخير واخدين بالكم من نفسكم في الفترة دي. هي اكيد فترة صعبة علينا كلنا، بس ان شاء الله تعدي على خير. طبعا انا حاليا كمان غير توتر الكورونا، انا حامل في اخر الشهر التاسع، ممكن اولد في اي وقت. وطبعا محبوسة في شقة مع جوزي وبنتي عندها 5 سنين. بنحاول نطلع الطاقة بتاعتها بكل الطرق، بنحاول نطبخ. الصبح بحاول أعلمها شوية حروف وأرقام، عاملة زي أكني حضانة أو مدرسة صغيرة. شاركت الفنانة المصرية يسرى اللوزي متابعيها وجمهورها بأحدث صورة لها من داخل منزلها عبر حسابها على انستغرام، والتي ظهرت فيها وهي ملطخة بالألوان على وجهها، ونشرت صورتها وعلقت عليها بسخرية وقالت: ودي آخرة القعدة في البيت مع العيال. وللذكر فإن الفنانة يسرى اللوزي وضعت مولودتها الثانية نادية منذ أسابيع قليلة لتصبح أم لطفلتين هما دليلة ونادية، وكتبت عبر حسابها وقالت: من حوالي أسبوعين وصلت نادية بالسلامة الحمد لله، وبكده بقيت أم البنات. شكرا لكل الناس اللي سألت عليا ووقفت جنبي لما كنت قلقانة من الولادة في زمن الكورونا، وربنا يقوم كل الأمهات بالسلامة. وتلقت يسرى التهاني من الجمهور وعدد كبير من الفنانات مثل الفنانة سوسن بدر وأيتن عامر وإيمان العاصي وغيرهن، ورددن جميعا لقب أم البنات للاحتفال بقدوم طفلتها الثانية. وكانت الفنانة يسرى اللوزي متخوفة قبل ولادتها نظرا لانتشار فيروس كورونا، وشاركت جمهورها عبر حسابها على انستغرام بفيديو لتستعين بهم في كيفية التعامل مع الولادة في ظل هذا الوباء، وقالت: يا رب تكونوا بخير. أنا بس سؤالي الأهم لزميلاتي الحوامل اللي قربوا يولدوا، يا ترى بيعملوا إيه وقلقانين من إيه ومتخيلين إيه هيحصل في الولادة لما نيجي نروح المستشفى في ظل الفيروس الجميل ده؟ يا رب الناس كلها تكون بخير وياخدوا بالهم من نفسهم وما يخرجوش زي ما كلنا بنعمل. بس سؤالي الأهم هو زميلاتي الحوامل اللي قربوا يولدوا، يا ترى بيعملوا ايه وقلقانين من ايه ومتخيلين ايه اللي هيحصل في الولادة لما نيجي نروح المستشفى في ظل الفيروس الجميل. فحبيت اشارككم يعني مخاوفي، وشوف انتوا حاسين بايه وبتعملوا ايه وبتفكروا في ايه. وقد أوقفت الفنانة يسرى اللوزي نشاطها الفني في الفترة الأخيرة إلى حين وضع مولودتها الثانية نادية، وتبلغ ابنتها الأولى دليلة حوالي 6 سنوات، ولكنها تعاني من مشاكل في السمع ومشكلات في التخاطب. وقد دشنت يسرى عدة حملات توعية من خلال تجربتها مع مرض ابنتها في الفترة الأخيرة. في حملة حلوة جدا عاملينها مجموعة طلبة في كلية إعلام في جامعة مصر الدولية اسمها سعدي يسمعك. الحملة دي بتهدف ان هي توعي الناس عن اهمية الكشف المبكر للسمع عند المواليد الجدد، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. بقالي كذا سنة بحاول اشارك في اي حاجة توعي الناس بخصوص اهمية كشف السمع لاي مولود جديد، لانه ان احنا نكتشف ضعف سمع بدري دي حاجة بتضمن انه الاهل او الاسرة تقدر تعمل اختيار مظبوط وما يأخرش الطفل في التعليم وفي اكتساب اللغة. وكوني عشت التجربة دي مع بنتي، فلما عرفت انه الحملة دي موجودة وهما بعتولي صفحة الفيسبوك بتاعتهم، فاتمنى انه تدعموا الحملة دي وتشوفوا صفحتهم على الفيسبوك يسرى اللوزي. شكرا لكم على حسن المتابعة، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، وإلى لقاء مع فيديو آخر وخبر جديد، والسلام عليكم.